ماما وخالتي قرروا تاني. ماما وخالتي تاني. انت عمرك ما هتتغير يا سامي، تصدق انت مفيش فيك فايده. ماما تعالي خديني يا ماما، تعالي خديني يا ماما، انا بعيط يا ماما. بليز هيلب مي مام، بليز هيلب مي مام. انا عايز اعرف دلوقتي ايه دخل مامتك في لون البوتاجاز اللي هيتحط في شقتي؟ يا عزة يا حبيبتي، ما انت عارفه ان انا باخد راي ماما في كل حاجه. اي خدمه تانية يا فندم؟ والنبي يا مرمر يا حبيبتي، عايزاكي تقعدي هنا شويه مع اسس تسلي على المنزل تحت، اعمل تليفون وانا هبقى اشوفك كويس. انا خايف اسمع كلام غاده ما تطلعش بنفس حكمه وبعد نظر امي وخالتي. بنفس حكمه وبعد نظر امي وخالتي. اكيد مش هتطلع بنفس حكمه وبعد نظر امي وخالتي. ايوه كده. بتشتغل ايه بقى يا سيلوسي؟ ولا حاجه، بابي هو اللي بيشتغل وانا اللي بصرف. يا تيتو يا تيتو. رجعنا لكم تاني مشاهدينا. ماما تعالي خديني يا ماما، اكيد في علاقات انسانيه كده في حياتنا لا يختلف عليها اتنين، وهي علاقه الام بابنها او الابن بامه. وطبعا الابن بعد الجواز تحس ان هو اتشتت، مش عارف يرضي امه اكتر ولا يرضي زوجته اكتر. ولو بقى دلع الام كان زياده عن اللزوم، الموضوع ممكن يبوظ خالص ويطلع بره ايدينا ونبقى مش عارفين نعمل فيه ايه. ده اللي هيكلمنا فيه النهارده استاذه بسمه السباعي الكاتبه الصحفيه، وهيكون معانا برضو في ضيافتنا مدام سوزي المعيرجي، مثال لأم لولدين كبار زي الفل. هتتكلم معانا النهاردة ونشوف هي ربت أولادها على إيه. أهلا بيكي يا أستاذة بسمة. أهلا بيكي حبيبتي. أهلا بيكي مدام سوزي. شرفتينا في النص الحلو. أنت شايفة إيه بس؟ الدلع لما بيزيد عن حده ممكن يتقلب لضده، والست ممكن تعاني في البيت بعد كده؟ أكيد طبعا، في أمهات كتير بتدلع ولادهم، في الاخر الولد بيروح يتجوز بيعتقد ان مراته هتبقى نسخه من مامته. بس هو الفكره ان هي في حاجه مختلفه. يكلم ماما يقول لها تعالي خديني يا ماما. لا، ده هي اللي بتكلم مامتها بتقول لها تعالي خديني. بسمه في رجاله بتطلع من بسمه. بسمه شفت ازاي قاعده بتدرب على اسمها؟ ايوه بسمه بتطيع 10 مرات في الفاصل. شفتي معانا على فكره؟ خلاص مشاهدينا صاروا عارفين ان عندي مشكله في الاسماء، فما بحفظش عادي. دي مش مشكله. بسمه اسمه. طب بسمه، ايه رايك يعني المشكله بتيجي من فين، من الراجل ولا من امه انه هو مدلل؟ لا، انا اشوف ان المشكله بتيجي من الام، ان هي المفروض تربي الولد زي البنت. في ناس هنا شكلها سوزي قاعده مدام سوزي مش كلامها بالعافيه، دايره الحمامات كلها تبقى زيها. سكر والله. ايه رايك في كلامها يا مدام سوزي؟ المشكله بنرحب بيكي اول حاجه. اهلا بيكي حبيبتي، منورانا. ميرسي، ده من ذوقك. هي بسمه بتقول المشكله بتيجي من الام في ايه؟ ان هي بتدلع ابنها زياده عن اللزوم. يعني خدي بالك، لو ست مخلفه ولد وبنت، هتلاقي الولد بيتاخر بره براحته، هتلاقي الولد لو غلط معلش ده ولد. العربيه ممكن يدوها للولد وما يدوهاش للبنت. كل حاجه كتير. مش حضرتك. لا لا، بس ده أنا موجود. لما انا بتكلم مع حضرتك في العموم ده موجود طبعا. امهات كتير بتدلع. ممكن تلاقي مثلا في شغل في البيت او حاجات مثلا عايزه من اي مشوار، يعني تصحي البنت ما تصحيش الولد. ممكن تقول للبنت ايه، قومي انت حضري الغدا لاخوكي. اصل اخوكي جاي تعبان، ممكن يبقى هي كمان اصغر من اخوها. البنت اصغر من الولد، يعني المفروض الولد هو اللي يشيل نفسه اكتر. انا طبعا ما عنديش بنات، انا عندي ولدين، والحته اللي حضرتك بتتكلمي فيها دي ممكن تحصل وممكن لا طبعا. بس في العادي انه هي البنت هي ده، يعني هي اللي بتعمل شغل البيت. طب انت ربيتي ولادك يا مدام بسمه، انت عندك ولدين ما شاء الله، مدام سوزي معلش، ان هما بيقوموا بيروقوا هدومهم ويرتبوا دولابهم ويحطوا الاكل لنفسهم؟ الحقيقه في الاول لا خالص. لحد سن معين، يعني لحد مثلا سن 14 سنه او كده، انا اللي كنت بعمل كل حاجه، او يعني انا والمساعده بتاعتي. مؤخرا هما بيعملوا كل حاجه لنفسهم. طيب ده كويس، لان انا بشتغل كمان. طب ازاي، ما يعني بيقول لك من شاب على شيء شاب عليه، يعني ازاي انت غيرتي ده بعد كده؟ غيرته بعد كده ازاي؟ يعني انت بالتدريج. بالتدريج، ان انا ممكن اسيب له اوضته زي ما هي ما اعملهالوش. فهو يعاني لما يعاني يتحرك. طب يعني ده حاجه حلوه جدا. الستات برضو لما تتعرض لموقف ده تعمل كده. واسيب حاجتي في البيت الاكل وما اطبخلوش، هو جعان. طب مدام سوزي، ايه رايك بوصف الست لجوزها
لما تقول له انت دلول مامتك. اهي بقى دي الكلمه اللي انا مستنياها من حضرتك من الصبح. جت عندي انا ليه كده يا شهاده؟ ما كنت تعطيها لا لا كده حضرتك كده ليلى ما اديتها ليلى فعلا. مش عارفه اقول لك ايه يعني سوري بقى يعني دي كلمه اللي يعني ايه دلدول ولا على فكره مش كلامي بس عايزه اقول لك حاجه. لا 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 مدام سوزي انا بسمعها كتير دلوعة ماما مش دلدول. دلوعة ماما دلوع ماما. وايه يعني لما يبقى دلوعة ماما؟ دلوعة ماما يعني مش راجل ولا دلوعة ماما ماما مدلعاه يعني ماما مثلا ايه حصل كذا عنده هو في البيت مثلا مع مراته لازم يروح لا يجري. لا انا ما بحبش دي يعني انا ما هو كل واحد عنده فهم. لا انا ما بحبش دي. لا يعني دلوع ماما مدام سوزي يعني هو ما بيعرفش يعمل اي حاجه لازم سوري يا رشا اي حاجه لازم يعملها لازم يستشير مامته سواء عايز يطلع او يلبس حتى الاكل اي حاجه. لا انا ما ربيتش. احنا بنتكلم من الناحيه دي احنا اصلا ما احبش اتدخل في الحاجات دي الا اذا هو دخلني وهقول له رايي بما يرضي الله. انت ولادك متجوزين يا مدام سوزي؟ ولد واحد متجوز؟ لسه متجوز عريس. ده لسه في الاول خالص. والتاني لسه يعني في الجامعه. طب مدام سوزي ايه رايك بالستات اللي كل شويه يمكن هو الموضوع ده يجي احنا مش عايزين نكون عنصريين شويه عارفه ازاي؟ فايه رايك بالست لما تيجي هو بيكون ابنها متجوز ومتهني مع مراته كل شويه بتكلمه انا عايزاك لازم تجيني لا انت ازاي تقعد مع يعني المدام بتاعتك وتسيبني انا هو ازاي تاخد في حاجات بتحصل انت ازاي تاخد لمراتك وما تاخد ليش ليا انا فايه رايك بالموضوع؟ لا ده ما يعجبنيش خالص بس برضو على الاذر سايد ان هو برضو ما ينفعش يهمل مامته خالص. لا طبعا ما ينفعش يهملها بس ما ينفعش يعني ما ينفعش الام تتدخل بالشكل اللي حضرتك بتقولي عليه ده خالص. طب انت نهائي. رايك ايه بس كنت بس انا كمان ما اقدرش ان ابني يهملني نهائي برضو. طب انت لا. رايك ايه يا بسمه؟ انا كنت بدي اقول لبسمه شيء معلش سوري بنفس الموضوع اللي عم تحكوا فيه انه في ستات اصلا بيكونوا عندهم نقص بعلاقتهم بزوجهم فعايزه تطلع ده في ابنها فبتروح محاوطاه بطريقه مطلعاه شخص كده ما يعرفش يعمل اي حاجه فهي دي الست اللي بنتكلم عنها طبعا بس دي حضرتك دي كيس هي دي او هي في منها كتير هي بس الفكره ان احنا في وقت الجواز هتلاقي انه كل واحد فينا حاطط التاني في فريم معين بيرفض انه يشوفه بره الفريم ده هتلاقي الحما دايما هتبقى حاطه مرات ابنها في فريم ان هي هتاخد ابنها لاهلها ومش هتشوفه خلاص بقى انها تتحامل عليها من قبل ما يكون في حاجه وهكذا البنت بتبقى داخله الجوازه حاطه حماتها في فريم ان هي عايزه تتدخل فبالتالي بتشيل من حماتها من قبل ما يحصل اي مشكله يعني في مجتمعنا بالظبط احنا عندنا الميراث مش بس في فلوس واراضي وكده احنا عندنا المشاعر كمان ميراث ان الواحده تتعود انها ما تحبش حماتها وان الحما تتعود ان هي يبقى في ضغينه ما بينها وما بين مرات ابنها في واحده ممكن لازم نكسر. طب ايه رايك يا بسمه في الام اللي بتحب تعرف كل كبيره وصغيره عن ابنها لدرجه انه توصل الست لما يكون عندهم اطفال بتغري الطفل تعالى يا حبيبي يا مامتك راحت فين انت عارفه هي مش عارفه ايه عارفه حبيبتي انا اعرف واحده اعرفها يعني حماتها بتقول لها انت ما تطبقيش لجوزك التيشيرت كده طبقيها كده دي وصلت للبيت التيشيرت اللي هو الكلام يعني ما تطبقش الكلام ده خالص يعني الكلام ده بالنسبه لي غريب يعني لا هو ده الواقع اللي بس لا بس اعتقد انه ده يعني قديم لا 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 يبقى انا هو حضرتك لا لا انت مش قديمه بالعكس انت لا يبقى انا اللي قديمه يعني لو ده موجود يبقى انا قديمه بصي هي كل بيت غير عن البيت التاني بالظبط كل ام انت ام غير عن النماذج دي مؤذيه جدا النماذج دي النماذج مؤذيه وانا حتى ما تربيتش مع جوزي الله يرحمه على كده خالص خالص يعني اللي حضرتك بتقوليه ده انا مستغرباه يعني انا ربيت اتنين رجاله الحمد لله ما شاء الله لا قوه الا بالله تربيه سويه محترمين كلمتي بالبصه ومع ذلك بدلعهم موت يعني لكن في وقت كده ليميت العلاقه بتقف عند الام وابنها ادي حاجه الحاجه الثانيه انا مجوزه ابني بدري مجوزه عنده كام سنه 24 تاني 25 يعني بدري طب وايه علاقتك بمرات ابنك يا مدام لا علاقتي بمرات ابني كويسه جدا الحمد لله وانا بحبها جدا 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 كانت جداً. اختيارك ولا اختيار لا اختياره لا 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 اختياره بس انا وافقت عليه ان بسم الله ما شاء الله اختيار موفق جدا الحمد لله وانا وافقت عليه وانا يعني سعيده بيها جدا 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 بس
يعني هو لسه متجوز جديد فاحنا لسه ما نقدرش نقول لسه على البر. طب ما انا مش عارفه بعدين الدنيا اتمنى ان هي تمشي كويسه واعتقد ان ان شاء الله هتمشي كويسه لانه انا ابني ما شاء الله لا قوه الا بالله مش هو ابني سوي لانه شاف امه وابوه عايشين عيشه سويه فان شاء الله هيكون مع مراته ان شاء الله يا رب ان شاء الله. مدام سوزي شو اللي ممكن يضايقك من تصرفات او مش ضروري انت يعني شو بتشوفي الحما انه ممكن تتضايق من تصرفات مرات ابنها ايه اللي ممكن يضايقك؟ شوفي انا هكلمك على نفسي اكتر حاجه ممكن تضايقني وتخليني اختلف بنسبة 180% ان مرات ابني تحطني معاها في مقارنة بالظبط العلاقة مختلفة لأن تماما العلاقة مختلفة تماما واحب اقول لها ان في الحالة دي هي هتخسر بنسبة 200% لان انا ربيت كويس قوي انما اذا اتعاملت معايا على اني امها وان هي مرات ابني بنتي انا ما عنديش بنات هتكسب فوق ما حضرتك تتخيل بس في برضه ستات تقول لك ايه انا ايده صوابع العشر شمعة هي شايفه كده وبرضه حضرتك هي شايفه كده مش عاجباها مش كل النماذج لا مش كل النماذج كويسه حضرتك هي شايفه كده في نماذج من تحت لتحت كده هي شايفه كده وتبقى عامله لنفسها كده قدام جوزها وممكن بيني وبينها يبقى في بصه وفي حركه وفي يعني احنا ستات وفاهمين حاجات كتير من القلب للقلب رسول طبعا تقرير معانا خلينا نشوف راي الشارع بهذا الموضوع ونرجع الراجل المدلع اللي هو تبع مامته او والدته طبيعي ان هي بتعامله كطفل كابنها وفي نفس الوقت بتسيس امورها مع والدته وتلبي طلباتها عشان تقدر تعيش يعني لو واحد متقدم لي تبع مامته وكده عمري ما هوافق عليه عشان هبقى كل حاجه بقى هقول لماما اخد راي ماما بتاع مامته بتبقى اصلا حاجه بتخنق الزوجه وكده ان هي مش هتعرف تاخد راحتها معايا اي حاجه هتبقى مامته هي اللي ممشياها هو طبعا كل واحد بيشوف ان مامته احسن واحده في العالم فلازم تبقى هي حتى قريبه من مامته عشان تبقى قريبه من قلب الراجل المدلع ده لازم ان احنا نسيسه على قد ما نقدر كانه بيبي صغير نتعامل معاه بنفس اسلوب الطفل الصغير يعني لازم تكون لطيفه معاه وتكون كويسه معاه عشان هو واخد على ان يكون مامته بقى مدلعاه وبتعمل له كل حاجته ومصالحه فهي تتعامل معاه بنفس الاسلوب غير كده هتخسره المفروض اصلا الزوجه ما تتعاملش مع راجل زي كده يعني الراجل المدلع ده اصلا ما ينفعش يكون زوج ولا اب للاولاد احاول اعملها زي ما هي بتعامله عشان اكسبه بصف الراجل المدلع ما خدوش من الاول اصلا بتاع مامته وهي هتمشي الكلام بقى عليه وكده فهيبقى في مشاكل كتير بيننا الزوجه بقى تسيبه وتريح دماغها لان مش هينفع بقى تعيش مع واحد مدلع المفروض الراجل بيتحمل مسؤوليه البيت ورجعنا لكم مشاهدينا مرة تانية ايه رأيك مدام سوزي بالكلام اللي قالته قالت هو ما ينفعش انها تعيش مع حد مدلل يعني انه تيجي تاخد راجل يطلع يعني زي ما قلت لك قبل شوية ابن مام هي الراجل المدلل ده هي هتنام وتصحى تلاقي نفسها عايشة معاه ولا هي عاشت فترة خطوبة ما تسيبه قبل ما تاخده الخطوبة كل الناس ولا هي فاكرة ان هي بعد ما هتاخده هتربيه يعني مش هيحصل في راجل مدلل مش عاجبك من الاول تتجوزيش وخلاص يعني حاجه سهله جدا طيب على ولا اجي اتجوزه وبعدين ارجع اشتكي انه مدلع بلكي اكتشفت بعدين انه هو مدلل زياده فتره الخطوبه عمرها ما بتبقى فردا الموضوع حصل وكان فتره الخطوبه قصيره تعمل ايه بس ما شو رايك حب اسمعك شو تعمل لو اتزوجت واحد مدلل شو تتصرف لا هي تحاول تصلح حياتها تحاول تقومه ما فيش حد بيفضل كيف؟ على حاله انت شايفه ان احنا ممكن نكتشف يعني الموضوع ده في فتره الخطوبه لا طبعا مش شرط تكتشف فتره الخطوبه فتره الخطوبه الاثنين الراجل والست بيبقوا في احسن حالاتهم مفيش حد فيهم ابدا بيعرف خدي بالك يمثلوا على بعض في الفتره دي يعني اكيد طبعا الراجل والست في فتره الخطوبه بيبقى عندهم مشكله كبيره جدا ان هم بيتكلموا مع بعض جزء من اليوم باقي اليوم هم مش مع بعض كل واحد في بيتها وهو في بيته هما الاثنين هو ممكن يكون لسه كان بيتخانق مثلا بصوت قد كده عالي في اول ما يرد ترد ايوه يا بيبي صح والله طب بس ازاي نقدر نحل مشكله الحماية مع
مع الستات يعني مع ابن يعني زي بتقولوها مرات الابن مرات الابن ازاي نقدر نحل المشكله دي؟ هقول لحضرتك انا مش لحقت انا حاساها هي عايزه ازاي طيب يا مدام سوزي لا انا حاسه ان انا مش مرتاحه هي ليه ثقافه يا باشا ليه بالعكس انا عايزاك تكلمني انا والله عايزه يعني صوتي بس رايح فمش عارفه معلش معلش كلنا عندنا بقى من دول يا بس انا عايزه اعرف ازاي نقدر نحل المشكله بين الحمات اوكي ان الحمه بس ما تبقاش شايفه ان اول حاجه مرات ابنها ان 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 مرات ابنها دي خدت ابنها منها وان مرات الابن ما تبقاش شايفه ان الحمه تغير بس الصوره ان هي ما تبقاش شايفه ان حماتها دي كائن مؤذي بالعكس هي ممكن تبقى صاحبتها ممكن تقرب منها ممكن تبقى هي اللي بتشتكي لها من جوزها وفعلا حماتها دي هتديها نصيحه صح فعلا حماتها دي هتقاوم ابنها طب واذا كانت الحما ست قويه تتصرف الثانيه معاها ازاي هو مفيش غلط بيبقى على فرد واحد مفيش غلط بيبقى على حما بس او على مرات ابن بس لو في مشكله فالمشكله بتبقى على الطرفين وفي ناس في الاخر ما بتفضل زي ما هي مفيش حلول معاها يعني طيب سواء مرات ابن او سواء حما سوري معانا تليفون مي مساء الخير يا مي نور ازيكم عاملين ايه؟ مشتاقين لك صحباري ربنا يخليكي انا متفقه جدا مع ان الحما فعلا مش لازم تكون من جانب المؤذي لا خالص يعني انا حماتي صاحبتي قوي وبحبها جدا بعتبرها ماما الثانيه ربنا يخليها لك وساعات اصلا بشتكي لما كنت انا من جوزي بس بكلمها تشتكي لها ومن تحت لتحت كده وهي اللي بتظبط الموضوع قد ايه صار لك مجوزه يا مي؟ سنتين سنتين والحياه حلوه وكله فل طب انت بتعملي ايه يا مي بقى ازاي قدرتي توصلي للعلاقه يعني بالطريقه دي مع حماتك بتتصرفي وتتعاملي معاها ازاي في البيت لا بعتبرها ماما يعني عادي حتى لو كان جوزي مثلا بيحب يقعد معانا بيتكلم معاها انا بشجعه على ده بالعكس هو تراني شايف ان هو في خير ليه خير فيها هيبقى في خير فيا فاهمه انا بحترمه جدا فيه اصلا وحابه كده يعني و بنشكرك يا مي طيب نشكرك على اتصالك طب مدام سوزي انا عايزه اسالك سؤال مش عاجبني الكلام خالص معلش لا ليه ليه مش عاجبني الكلام لانه حضرتك بتتكلمي على مرات الابن وعلى الحما فين دور الزوج في الموضوع انت ايه اللي عرفتي ما انا هسالك دلوقتي سؤال وعايزاك حضرتك بتتكلمي على الاثنين طب ايه دلوقتي افرضي ان الزوج ده واخد صف امه او العكس انت هنا المنظومه كلها تتغير يعني انت هنا بتكلمي على الاثنين دول قصدك ان احنا لازم نحدد العلاقات بالظبط علاقه ان هي علاقه مختلفه يعني انا مثلا جوزي بقى يوم الجواز قال لي انا مثلا امي واخواتي خط احمر طيب يا مدام سوزي دلوقتي لو لا سمح الله لا سمح الله حصلت مشكله بين ابنك ومراتك انت كأم تيجي بصف مين بصف ابنك ولا بصف لا الغلطان الغلطان ده يعني امام ربنا بقولها كده الغلطان ولو ابني غلطان وغلط مش عاجبني ده هي يعني هيبقى حسابه عسير لاني دايما هقول له اتقي ربنا في مراتك يعني دي بس شو رايك الغلطان يعني بصي انا بشوف ان المشكله دي اساسها في الاول خالص لو في مشكله بين الحما ومرات الابن فهو بيبقى الزوج هو اللي يعرف يسوق الليله صح هو اللي يعرف حتى لو هو بيحكي لمامته كل حاجه مش شرط يجي جنب مراته ويقعد يحكي جنبها لو دي حاجه بتضايقها يعني رايك ان الزوج الام لازم تربي ابنها ان هو يبقى شخصيته قويه ويعرف يختار ويعرف يحكي ايه وما يحكيش ايه ويتصرف وحتى لو ازاي. بيحكي يعني طب ما البنت بتحكي كل حاجه لمامتها ايه المشكله ان هو يحكي بس ما يبقاش إن البنت ممكن تحكي لمامتها لكن الراجل برضه انا بس قصدي انه ارجع تاني لنقطتي ان الراجل هو اللي بيعرف يسوق الليله صح مثلا لقى ان مراته بتضايق ان هو بيحكي كل حاجه لمامته مش شرط يكلم مامته من جنبها ويقعد يحكي لها اكلت ايه وشربت ايه ونمت امتى وصحيت امتى مش شرط لو مثلا هو مامته غلطانه في حاجه او مراته غلطانه في حاجه يروح لكل طرف من التاني يقول لمراته لا ده انا قلت لماما ما ينفعش تضايقك كده ويروح لمراته يقول لها انا قلت لمراتي ما يصحش تعمل كده هو اللي هيعرف يصلح الموضوع ده لو لكن هو عنده هي الشخصيه لكن يعني. اللي هي لا ماما لا ويروح بقى يقعد يعمل الخناقات الكتيره دي طب ما انت كده هتكره مراتك اكتر صح بالظبط لكن الصح ان انت تسوق الليله وتهدي الدنيا تتعامل بذكاء طيب بسمة انا الوقت ما خلص للاسف احنا مبسوطين انه كنتوا معنا وان شاء الله المره الجايه يكون صوتك احسن مدام سوزي مبسوطه كثير انه كنتي معنا ربنا يخليكي وانت اكيد حما بتجنن يعني مش والله ربنا يخليك ولادك وما يجيب ما ادتونيش فرصه ان انا اقول اللي انا عايزه اقوله بسمة زعلانه ان
انا مش ملاحقه يعني انا ما قلتش حاجه اساسا معلش يا مدام ان شاء الله تكوني معانا في حلقات لا لا ثانيه يا مدام سوزي اتكلم عن الحما يعني انا ما لحقتش اتكلم عن الحما انت ما ينفعش تتكلمي عن الحما انت سكر لا لا اذا انت يعني سكر بحد ذاته معانا يكفي انه انت حما مثال بس ما عرفتش اقول لانه انتوا عمالين تتكلموا على الحما ومرات الموضوع مشعب كتير يعني شعبتوه معلش يا مدام سوزي اكيد احنا عندنا لسه الايام جايه وهنستضيفك وهتكوني منورانا ميرسي قوي قوي.